تتواصل فعاليات مهرجان مسقط 2017 تحت شعار لنحتفل بعمان، ويفتتح متنزها النسيم والعامرات أبوابهما لجميع الراغبين بحضور فعاليات المهرجان المتعددة والمتنوعة. وشهد الأسبوع الأول للمهرجان تدفق العديد من زواره على مواقعه كافة، وسجل حضورا كبيرا في أيامه الأولى. ويتميز المهرجان في نسخته الحالية بفعاليات جديدة تستقطب العائلات وخصوصا الأطفال، كما تتوزع في أروقة وساحات المهرجان القرى التراثية والساحلية والبدوية وغيرها من الأركان التي تظهر جمال وأصالة عمان.